خلاص كده. في السنه دي بتاع روتر اكت، نادي روتر اكت ضد السجلات، او الفكره الاساسيه اللي بتدور عليه السنه دي 2014 2015 هو انليش ذا هيرو ويذن. سبب اختيار الفكره دي او ايه هي الفكره دي عباره عن هو ان كل شاب عنده 18 30 سنه يقدر يخش روتر اكت في جواه مهارات خاصه مش مكتشف، يعني هو مش عارف اساسا هي عامله. هو بيخش عندنا بالتجارب والمهارات اللي بيكتسبها بالاشخاص اللي هيتعرف عليهم، بالكورسات اللي هو حد بياخدها، بالاورجنايزيشن اللي هيعمله الايفنت، كل ده هتطلع منه بقى الحاجه اللي جواه اللي هو يقدر يفيد بيها الناس. هو ده الهيرو اللي احنا عايزينه، ندور عليه. هو ده الهيرو اللي احنا عايزينه. اهلا بيكم في روتر نادي روتر اكت جورج سيلوبي. انتوا عاملين ازاي؟ I'm the one.